اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض صينيه عزيزيه دمياطي اصليه معموله بطريقه مظبوطه جدا جدا جدا. يلا ابداوا معايا الفيديو وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبدا على بركه الله. زي ما شفتوا معايا كده في الفيديو حطيت كازرولة على النار. هنضيف بقى ايه بعد ما حطينا على الحل على النار او الكازرولة؟ هنضيف حوالي ربع معلقه صغيره من الملح بالشكل ده، حاجة بسيطة كده من الملح. عندك بقى شوية مكرونة باقيين، شوية شعرية، شوية مكرونة اسباجيتي، مكرونة قلم، اي نوع مكرونة عندك متوفر من بواقي كده الاكل. ما عندكيش هاتي كيس مكرونة اعملي بيه، خدي منه شوية كده حفنة كده في الايد وضيفيهم بقى على المية بالشكل ده. كانوا شوية مكرونة باقيين صغيرين بالشكل ده، مش انا عايزه كمان شويه عليهم كده، هجيب شويه من كيس الشعريه، يعني تعرفوا كده ايه ان اي نوع شعريه بقى مكرونه اي نوع هيعمل الحلو بتاعنا ده وهيطلع لنا بقى صينيه حلو حكايه. بصوا برضو حفنه صغيره كده بالايد، يعني كلهم حوالي 100 جرام ل 150 جرام، مهمش كتير. هنعمل بهم صينيه كده هتعجبك، هتاكلي ولادك شويه حلويات تحفه بتتباع بالشيء الفلاني في اغلى المحلات. حطيناهم بقى كده على النار، هنسويهم لحد ما ينهمكوا ويدخلوا في السوى الزياده كده، يعني ايه يستووا زياده عن المكرونه ما احنا بنعملها للاكل، نسويه بزياده شويه. اول ما تغلي بنهدي النار علشان تستوي براحتها كده وتستوي سوى حلو. يعني ركنتها شويه بعد ما استوت بحيث انها كده تطرى كمان معايا اكتر وهي في المية بتاعتها، فشربت المية زي ما انتوا شايفين كده. هجيب لها كمان بقى ربع كوباية من اللبن ولا نص كوباية من اللبن وهنزل بيهم في الخلاط وهضربهم كده ضربة كويسة في الخلاط. ادي نص كوباية اللبن او ربع كوباية اللي موجود وضربناهم كده ايه في الخلاط. هنجيب بقى ايه كيلو من اللبن، بكيلو واحد بس هنعمل صينية العزيزية. نزلت كده بالخليط على كيلو اللبن الحليب وبالشكل ده هحطه على نار هادية، يعني نار عالية، وسط، يعني نار وسط متخليهاش لا عالية ولا ايه واطية كده علشان ايه مطشتش، يا اما تقفي قدامها حتى لو تعلي النار، يعني تقفي وتفضلي تقلبي فيها زي ما انا هعمل كده باستمرار. بتجيبي بقى نص كوباية من المية، بتضيفي عليها خمس معالق من النشا وبتدوبيهم وتركنيهم على جنب هنحتاجهم بعد شوية. اول حاجة كده بفضل اقلب في الخليط المكرونة اللي فرمناه مع اللبن وهفضل ادوب فيهم بالشكل ده، وزي ما انتوا شفتوا كده انا عليت النار وهفضل بقى باستمرار اقلب فيها عشان ايه نخلص الوصفة بسرعة. جبت لها كده نص كوبايه من السكر، وبتحطي بقى السكر اللي انت نفسك فيه، حبها دلع شويه مسكره بزياده زي ما انت بتفضلي الحلويات كده، بس ما تكتريش برضو السكر قوي علشان في سكر هينضاف لها في الاخر تاني. كده هنفضل نقلب فيها لما تحسي انها خلاص بدات تبقبق معاكي كده وتغلي، ابدأي بقى يعني تاخد خمس دقايق كده او عشر دقايق وهي بتغلي كده وانت بتقلبي فيها. تجيبي بقى النشا اللي احنا عملناها وتفضلي تفضيها سنة سنة زي السرسوب كده بالظبط كده، يعني حاجة بسيطة تنزلها بالراحة وانت بتقلبي. ليه بقى؟ علشان ما تشطش معاكي او تعمل تكتلات كده، لان النشا لما بتضيفيها واللبن ساخن بتتكتل بسرعة، فاحنا هنضيفها ايه واحدة واحدة كده. انا كده كنت بدوق الخليط اللبن بشوفه كده مسكر ولا محتاج سكر، حسيت ان هو محتاج معلقة كمان من السكر فضفت له كمان معلقة. هفضل اقلب في الخليط بالشكل ده لحد ما يغلي معايا ويبقبق خالص وياخد، يعني ايه تحس ان هو تقل خالص كده واستوى واستوى سوى حلو، علشان لما ندخله الفرن بقى ما يفصلش النشا عن اللبن وتحس ان هو عمل طبقه ميه كده من تحت في الصينيه. يبقى احنا هنسويه سوى ايه زياده شويه عن المهلبيه ما احنا بنعملها. نفضل نقلب فيه لحد ما يغلي ويبقبق كويس كده قد عشر دقايق. اول ما تحسي خلاص ان هو كده تمام
طفي عليه النار وابدأي بقى ضيفي الفانيليا، سواء فانيليا بودر زي كده او فانيليا سواء السايلة اللي انت عندك يعني منها ضيفي. مفيش فانيليا ممكن تقدري تضيفي مية ورد برضه هتبقى حلوة. وبنجيب بقى صينية زي كده مفرودة، نضيف فيها معلقة من السمنة وندهن أرضية الصينية بالشكل ده، ونصب فيها الخليط بقى بالمنظر اللي هتشوفوه، من شوية مكرونة عملنا صينية تحفة 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 بتتباع بالشيء الفلاني في المحلات. اول ما نزلنا بقى بيه كده هتلاقيها هي هتبدا تشمع حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعه، وتبدا تبص تلاقيها عملت طبقه من فوق كده، وما تدهنهاش بالسمنه ولا بالحاجه اللي احنا بندهنها بيها دي غير لما يعدي عليها ربع ساعه علشان تعمل طبقه عازله، طبقه مش شماعه كده، فتقومي تعرفي تدهنيها. انا جبت معلقه من السمنه البلدي على معلقه من العسل ودهنت وشها. لو ما عندكيش عسل نحل ولا العسل الابيض ده تقدري تدهنيها بالسمنه وبعد كده ترشيها بالسكر الناعم. بعد ما بندهنها بنكون مشغلين بقى الفرن حوالي ربع ساعه، بندخلها بقى الفرن بحوالي بتاخد تلت ساعه لحد النص ساعه لخمسة، لحد ما وشها يحمر. هو احنا كل حاجة مستوية، احنا كل الحكاية عايزين وشها بس ياخد لون ويحمر. ده كده بعد ما خدت نص ساعة الا خمسة في الفرن على ما وشها احمر بنكون مشغلين الشواية والفرن من فوق ومن تحت. بنشغل الفرن من تحت ومن فوق. انت بتسخني الفرن ربع ساعة، عند ما بتيجي تدخلي الصينية بتشغلي الشواية علشان تاخد لون، اهم حاجة تاخد لون من على الوش بالشكل ده. بتسيبيها بعد كده بقى بتطلعيها وتسيبيها تبرد وبعدين بتقطعيها. هي كده ما بردتش خالص، يعني ايه بردت نص نص كده، لسه عاوزة تتحط شوية في التلاجة علشان لما نيجي نقطعها تبقى متماسكة اكتر من كده. والله يا جماعة هي الصورة ظلماها، يعني التصوير ظلمها، هي شكلها فعلا احلى من كده كمان. والطعم بقى ما اقولكوش، ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها. حطوا بقى لايك للفيديو واشوفكم على خير في وصفة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.